ما كان لازم تطلعي من المستشفى هلا، كنتي خليكي لنطمن عليك. انا منيحه حبيبتي، قالوا لي ما فيك شيء. ليش مستعجله؟ شو بدي ضل اعمل؟ شو صار لو استنينا شوي؟ مو غلط انه نطمن. خلص انا منيحه. ايه كنا تاكدنا. وفوق هيك كنتي بتودعي الدكتور عمار وبتسلمي عليه لانه بعد شوي بخلص عمليات. ايه ومنجيب له بوكيه ورد وبنتشكره على الحادث. بكفي تخبيص غصون. ايه ايه عن جد غصون، لا تخبصي، هو لازم يتشكرني لانه ما اشتكيت عليه. بلشت تفهم. شكلها ما وصلت الفكرة. الزلمة من أهم أطباء النسائية بالبلد، 32 سنة، أعزب وبرج القوس، أمه رسامة وأبوه كمان جراح دماغ، وحلاوة كتير فوق هيك. يعني إذا طلع بطريقكم زلمة بيورث ولادكم هالمواصفات، إيه معلش يطرقكم بدبابة مو بسيارة. هاد ما بيتحاسب، هاد بتتشكروا. حبيبتي لا تبالغي. إيه عن جد غصون لا تبالغي. أنا ما عجبني مو ستايلي. نحن على الطريق الصح مو هيك؟ انتي بدل ما تدوري لي على عريس دبري لي شغل وبيت اتقاوى فيه. قلعوني من الشغل، وسهيل الواطي قال بده البيت. حبيبتي ما تاكلي هم، موضوعك عندي. ليكي رح دبر لك احسن شغل وبأقرب وقت، تمام؟ ولا تشيلي هم البيت يا روحي، فيك تضلي عندي قد ما بدك، تمام؟ وغراضك منحطهم بمخزن البناية تحت، ماشي؟ وبهالفترة بتدوري على بيت براحتك. ها شكرا. وانا رح روح اعيش ببيت لؤي مثل ما بدي، وهيك بكسب تسريع لاشغالي. فينا نعرف شو هي اشغالك بالضبط؟ بلشت بكتاب جديد في تكتيكات بتاخد العقل، اسمه الطريق الى الزواج. ما شاء الله عليكي، وعم تقري كتب كمان. واذا يعني رفقاتك ما عادوا عجبوكي وعم تلجئي للكتب، سوري منك. وليش ما نصحتيني اقرا هالكتاب بقى؟ حبيبتي كيف بدي انصحك بهالكتاب وانتي ما بتحبي هالشغلات؟ بنوب على اساس كان بحبك سهيل واموركم منيحه وكنتوا رح تتزوجوا الا شوي. لميس خلينا نمشي. يلا روحوا لشوفك. شوفكم باي. تمام بس حجز المساء منشان نجتمع سوا، ماشي؟ تمام تمام يلا الله معكم. لا تردي عليها. ما بيشغلوا مخهم ابدا. اهلا وسهلا. مرحبا. حضرتك عندك حجز مسبق؟ ايه باسم غصون كمان. لحظه خليني اشوف. صح، الطاوله 4 دال، الشاب رح يرافقك. اهلا وسهلا. شكرا من ذوقك، بعدين حاطلب، ناطر رفقاتي لحتى يجوا. طيب يا خانم، بتحبي تاخدي شي درينك قبل العشاء؟ ممكن، شكرا كتير. تكرم عيونك. ايه لميس. الو اسيل حبيبتي، ماني قدراني اجي، مضطرة ضل بعد الدوام. يا الله. تمام تمام حبيبتي، الله يقويك. يلا حبيبتي بشوفك. شكرا لك. صحة وهنا. طلع فيني، شبك بابلو، بشو مشغول؟ شو صار معنا؟ شرف. وصل الكل. فل. شو هذا اللي رسمتيه على الورقة؟ طاولات الزباين. ألو حبيبتي. بالشغل يا عمري. ايه والله بالشغل، وين بدي يكون لكان؟ مضغوط مضغوط كتير، مشان هيك ما رح اقدر اطلع اليوم للاسف. لك يا حياتي يا عمري، انا بعرف انه عيد ميلادك، طبعا بعرف، بس ما فيني اترك واطلع، بيضيعوا بلاي. اسمعيني يا روحي، بوعدك وعد شرف اني اعوض لك اياها وسهرك احلى سهره، تمام؟ وانت بتعرفي بابلو وقت يحكي، ما هيك؟ بدي اخذك فتلك نص جناين اسطنبول. الو حبي عمري، انت ما في منك امال. مراد لأني ما رحت شهرين بحالهم رح تضل تقرقر فوق راسي وبتشوف. وبيسألوني ليش ما عندك حبيبة، شرفوا ها؟ مزبوط، عم تحكي صح أنت. يلا روح رح أقعد بدالك. لا طبعا ما بروح، مين رح يدير باله هون هلأ؟ معقول هالشي يعني؟ لك عم قلك روح بقى حاج تفكر، أنا بستلم عنك. أصلا ما رح تكون منيح بهالنفسية. يلا والله تمام. Thank you.
ايه أسيل وينك؟ ليكني جاهزة، صرت على الباب. تمام، يلا يلا ناطرتك. شكرا كتير. حبي الأول، تقبلي تتزوجيني؟ أنا أسعد إنسان. يا عيب، شو ما عليك يا حبيبي؟ أسيل وقفي شوي. والله يا رزقك بأرضك يا واطي. أسيل وقفي هيك، أنت تعي لهون. شو عم تساوي؟ لا بقلك خواتم. لك أسيل تركيا، أسيل عيب اللي عم تعمليه. ولك بعدي هيك بقى، بعدي عني. ولك يا هذا من حقي مو من حقك. هاتي هاتي لشوف. أنا ما فيني إجي حبيبتي، بعدين بحكي لك. إذا تضل دقيقة زيادة رح نتفهم بسناني. عفواً، نطلب الأكل ولا نستنى رفقاتك؟ ما رح يجوا رفقاتي، وسدت نفسي عن الأكل. مفهوم. إذا بتنتقلي حضرتك على البار بلكي منستفيد من الطاولة. هلأ بقوم. مو الحق عليكم، الحق على الحمارة اللي إجت. اللي ما قررته بثلاث سنين قررته بثلاث شهور، ما هيك؟ تفي عليك طبعا وزيادة عراسك. يا الله، عيشه اللي عشته أضعاف مضاعفة، وخد لي حقي منه لهالحقير الواطي. ما بيستحي، تفو عليك انت وياها. ان شاء الله سيارة تقشك وتقشها. الله يقهرك مثل ما قهرتني. ليك هالشرشحة، لك يلعن أبوك على أبوها. كأنه ليلتك صعبة. لا مو معقول، انت من وين طلعت لي؟ بما انك متوتره كل هالقد معناتها ما سمعتي نصيحتي. ليك انا معصبه ومو طايقه حالي، لا تخليني ورجيك عجايبي. اوه اوكي سوري، خفت رح اروح. ما اذنخك. شت شت بارمان، زيدو. قال بده أغلى شامبانيا عنا. أغلى شامبانيا؟ هو هيك قال لك؟ قال لك بده الأغلى؟ لك مين هالشرشوح؟ اللي قاعد على الطاولة، تقدمنا للزواج من شوي. شايفه لهاد؟ النينتين مي على الطاولة من بخله ما كان ينزل، وهلأ عم يقول لك أغلى شيء يبعت لك حمى. بخيل. تعال قال لك خد هي وروح على المطبخ، خلوني حضروا معها شوكولا وفواكه. حط له سنفيران أحسن له. أوه هلأ فهمت وضعك، صعب كأنه. زيدو أنا عم صب لك بسرعة، بس إذا ضليتي هيك بتهوري وهذا مو منيح. ما بيصير لي شي أنا. بعدين هور مو سائلة. المفروض تقليلي، أنا عملت حوادث كتير وما عاد يأثر. سهيل إن شاء الله ألف مبروك، تتهني. شكراً كتير مرام، بتشكرك على كل شي عملتي كرمالنا. محتاجين لشي؟ لازمكن أي شي؟ كل شي تمام التمام. مهي إذا لازمكن شي أنا موجودة بتعرف. شكراً إليك. ألف مبروك كمان مرة، مبروك كتير. يسلم وكلك زو. شايف هالجردون؟ ثلاث سنين، ثلاث سنين ما جاب على لسانه سيرة الخطبة. ليك وقع بثلاث شهور، قليل الشرف والله. ثلاث سنين زدتي شلف يمين وشمال لقلك بيت ابوكي مانك مرتاحه كالقد، شو هالقرف هاد؟ يميلي تليفونك لنضيف. العمى يا زلمه، شلون ما عم دورها بمخي ما عم تزبط. ثلاث سنين
كفاية طالع معي على الفاضي. اجا بثلاث شهور طلب ايده وتقدم له للخطبة، ثلاثة بس، لو قدام عيوني هون على الطاولة برمان طلع فيني ثلاث شهور. قال انا فهمت كل شي، بس اللي ما فهمته ليش اخترتيني الي وليش اخترتي هالمكان لتحكي. ها؟ ايه هزي براسك، مو مشكلة هزي. مراد انا مضطر امشي وبدي وصل مرام. طيب انا بضل اذا بدك. لا لا ما في لزوم، انت امشي يلا. شبك فيك شي؟ لا لا ما فيني شي. يلا تفضلي. تصبح على خير. حبابي يلا عم امي على بيتك. يلا شو رايك تفيقي وتصحصحي؟ نحن رح نسكر، رح اجيب لك تاكسي، شو رايك؟ ان شاء الله متذكره عنوان البيت. تعرف عمو البارمان قال لي فضي البيت كمان، قلعني. ماني مصدق، انا اصلا بشكل عام مو مصدق هالليله من اساسها. وين ساكنه؟ واطي. باسطنبول. والله فصلتي لي العنوان كتير، وانا استنيت شرح منه او اعتذار او يندم شوي على عشره مثل الحيط. شو بدي اعمل بهالمصيبه؟ يلا قومي، يلا 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 قومي. وقفي لو سمحتي. ان شاء الله يموت. ان شاء الله. بهدلنا يا والله. ايه انت نامي هلا، بركي ما بشوفك مرة تانية. عم تبكي؟ لا ما عم ابكي. انتي كذابة من الدرجة الأولى، أدائك أقنعني والله. شو صار؟ ايه عم ابكي ونوح. أنا بنت مظلومة، هلأ اللي عم أطلبه مستحيل. كل اللي كان بدي إياه منه إنه يحبني بس شوي وكون مبسوطة. برأيك أنا بشعة مو هيك؟ لا بعرف معناتها. لا عن جد عم تحكي؟ أنت عم تقول هيك بس مشان ما أبكي؟ لك لا لا يا ربي لا. يعني ما فيني اقول انك ستايلي، بس يعني برايي انت طبيعيه وحلوه كتير. يعني انت مثل ما انت على طبيعتك، يعني من جوا ومن برا نفس الشيء، وهالشيء صعب، هالشيء صعب كتير يلتقى بالست بهالاوقات. انت مميزه وما عم جاملك.
لا ما صار شي. ما هدول ليش ماني لابستهم؟ لقوا تركني من غير ما يستحي كمان الواطي اللي بلا شرف. لك انا شو عملت بحالي؟ يمكن ما عملت شي. شو استغليت اني كنت سكرانه كمان يبلاك العمى؟ انا بورجيك يا واطي، انا بورجيك. أنا بستوب الأول بس لأنه حكالي كم كلمة حلوة. يعني الله لا يعطيك العافية يا أسيل على هالعملة. معقول أنا شو مفجوعة على الحب؟ العمى شو هاد؟ هي هربت؟ شو هالهبلة هاي؟ الوحدة بتتشكر وبتحكي لها كام كلمة؟ يعني من باب الذوق. قضيت ليلة حب مع واحد ما بعرفه بالمرة وما بعرف شو عملت. مو معقول أسيل، انتي ما بتتعلمي ولا بتتربي. انت شو عم تعملي؟ شو واقفة على الستيج وعم تغني؟ لك سكري هالمي وخلصينا. لو سمحتي يلا حاج بقى ولدني. لك 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 انت شو عم تعملي؟ استنى. لك بعدي المي عني. لا. يا ربي على هالليلة. مفضوحة انت ومكشوفة كمان. تليفونك ليش مطفي كل الليل وانا عم حاول اتصل فيكي؟ وينك انت اسيل؟ بالبيت. البواب قال لي انه من شوي اجيتي. احكي احكي.